بهذه المناسبة يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتور بثين عجلان، رئيس قسم التغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. نرحب بك في نشرة أخبار الثالثة، ونبارك لجميع الكوادر البحرينية الطبية هذا اليوم، والذي من خلاله سوف أسألك وأطرح هذا السؤال: ما أهمية تخصيص يوم للطبيب البحريني؟ بداية السلام عليكم وشكرا للاستضافة، وكل عام وجميع جميع الشعب والمقيمين مملكة البحرين بخير وسلامة. طبعا أهمية تخصيص يوم للطبيب البحريني، جاء هذا اليوم احتفاء بالطبيب البحريني، وهذا اليوم يصادف يوم الأربعاء كما نحن اليوم، نعم، أول يوم أربعاء من كل شهر نوفمبر. بداية أود أن أعرب عن عميق الشكر والتقدير والامتنان لجميع زملائي وزميلاتي الأطباء البحرينيين الذين يساهمون بجدارة في تعزيز صحة المجتمع البحريني. هاي اليوم جاء تكريما لكم للدور الحيوي اللي تقومون به في توفير الرعاية الصحية بجودة عالية للمواطنين والمقيمين على حد السواء. تخصيص يوم للطبيب البحريني له أهمية ودلالة عظيمة، هو تعبير عن التقدير والاعتراف بالجهود المتواصلة والاستثنائية اللي يبذلها الأطباء البحرينيون في مختلف التخصصات وتفانيهم في أداء رسالتهم النبيلة في جميع الأوقات، خصوصا خلال الأزمات الصحية. الأطباء البحرينيين هم ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية، نعم. كلنا نفتخر بمستوى الكفاءة والاحترافية التي يظهرها الأطباء البحرينيين في جميع المواقف. نعم، إذن تفضلي. كما أن يعني من المهم الإشارة أن تخصيص يوم للطبيب البحريني يعكس تقدير مملكة البحرين حكومة وشعبا لتفاني الأطباء، كما يسلط فرصة، يعتبر فرصة لتسليط الضوء على إنجازات الأطباء البحرينيين في مختلف التخصصات وتعزيز مكانة الطبيب البحريني في المحافل الوطنية والدولية. ومتأكد أن هذا يشجع ويسلط الضوء أيضا للأجيال القادمة على الاقتداء بالأطباء البحريني والإسهام بإذن الله في نهضة القطاع الصحي. نعم دكتورة بثينة، لو نتحدث عن القطاع الصحي، كيف يولي يعني هذا القطاع في مملكة البحرين اهتماما بالأطباء والكوادر الصحية، تطوير من أدواتهم، وأيضا الاهتمام بالأطباء بشكل مكثف أكثر؟ القطاع الصحي في مملكة البحرين يولي اهتمام بالغ بالأطباء والكوادر الصحية، لأن القطاع الصحي له رؤية تقدير وامتنان للدور الحيوي الذي يقوم بالأطباء البحرينيين في تعزيز الصحة العامة وتقديم رعاية صحية متميزة. نعم. كما أن القطاع الصحي يحرص ويشجع على توفير بيئة عمل داعمة محفزة من خلال برامج التدريب المستمر، تعزيز القدرات المهنية، تحسين ظروف العمل، وحتى الأمور الصحة النفسية والاجتماعية والبدنية للأطباء من خلال مبادرات تهدف لتعزيز الرفاه في مكان العمل. وطبعا ذلك كل تأكيد وتقدير لجهودهم المستمرة وتضحياتهم. كل هذه الجهود تندرج ضمن خطة استراتيجية وطنية تهدف لاستقطاب وتطوير الكفاءات الصحية في البحرين بما يواكب أفضل المعايير العالمية. نعم، إذن الدكتورة بثينة عجلان، رئيس قسم التغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.